والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا محمد، شكرا سحر، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أعلن البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 40.7% في يوليو من عام 2023 مقابل 41% في يونيو من عام 2023. وذكر البنك في بيان له أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.7% في يونيو من عام 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو من عام 2023. اتفق البنك المركزي ونظيره الغاني على تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال والوقوف على الهيكل التنظيمي ومهام الإدارات المركزية، خاصة مركز الاستجابة بالقطاع المالي، مما يعزز جهود تطوير مركز عمليات الأمن السيبراني في البنك المركزي الغاني. كما ناقش الجانبان المشاريع وآليات التعاون المستقبلية ومدى أهمية تطبيق الإطار الأساسي للأمن السيبراني في مؤسسات القطاع المالي الأفريقية لتعزيز القدرات السيبرانية في المنطقة، بجانب حوكمة الإجراءات والنظم الإدارية المتبعة للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية وكيفية الاستجابة لها. بحث محافظ بورسعيد عادل الغضبان مع نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة خالد العطار تدشين منظومة الكارت الموحد الذكي للمواطن، والذي يأتي استكمالا لمنظومة التحول الرقمي التي شهدتها المحافظة في المجالات كافة. وخلال اللقاء أكد نائب وزير الاتصالات أن الكارت الموحد سيساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحا أن المرحلة الأولى ستضم خدمة التموين والتأمين الصحي الشامل إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في عدة أشهر، حيث عزز ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين عزز المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود. وهبط خام برنت بنسبة 0.1% إلى 87.46 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% إلى 84.34 دولار، وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.22% لتصل إلى 3.21 دولار للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.47% لتسجل 2.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. هذا وارتفع المؤشر السعودي 0.7% ويتجه لزيادة مكاسبه من الجلسة السابقة، مدعوما بصعود سهم أرامكو العملاقة للنفط 1.1%، وصعد المؤشر القطري 0.2%، مدعوما بزيادة سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1%. وتراجع مؤشر دبي 0.7% متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية 1.7%، بعدما أعلنت الشركة انخفاض صافي أرباحها في الربع الثاني بنسبة 0.15% تقريبا. وانخفض مؤشر أبو ظبي 0.3%.
أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك أنها ترى آفاقاً لسوق نفط صحية في النصف الثاني من العام، وتمسكت بتوقعاتها بزيادة الطلب على النفط في عام 2024 مع تحسن طفيف في التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وتوقعت أوبيك أنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024 مقارنة بنمو يقدر ب 2.44 مليون برميل يومياً في عام 2023، ولم تتغير هذه التوقعات منذ الشهر الماضي. وتأتي النظرة المتفائلة للمنظمة مع وصول أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ يناير، وأعطى شح المعروض دفع للأسعار. كما أظهر تقرير أوبك الشهري أن السعودية نفذت الخفض الطوعي للإنتاج في يوليو بشكل كامل. أغلق مؤشر نيكي الياباني على ارتفاع معوضا خسائره المبكرة قبل صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية، وارتفع مؤشر نيكي 84% ليغلق عند 32,473 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 92% إلى 2303 نقاط. هذا وقفز سهم إنبكس 16.62% بعد أن رفعت شركة التنقيب عن النفط والغاز توقعاتها لصافي أرباح العام بأكمله 7%، وأعلنت عن إجراءات لتعزيز قيمة الشركة وعوائد المساهمين. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وسحر لاستكمال ما تبقى من النشرة. إليكما. شكرا لك ليلى.